قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس 13/6/2019 بإخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج على ذمة قضية الفيديوهات، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية. وقررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج. وأعرب مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق عن سعادته بقرار إخلاء سبيلهما، وقال فاروق للوطن أنه سيجري ترحيل شقيقته إلى قسم شرطة مدينة نصر يوم السبت 15/6/2019 لاستكمال إجراءات الإفراج. وقال المحامي شعبان سعيد الخبير القانوني أن إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج جاء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ورجح أن يكون القرار لتخفيف وطأة الحبس الاحتياطي الذي قد يسبب أضرارا شديدة للمتهمتان، فتستعيض عنه المحكمة بإخلاء السبيل مع أحد بدائل الحبس الاحتياطي. ومن ناحية أخرى، نشر خالد يوسف على حسابه بالفيسبوك يوم 2/6/2019 الخبر التالي: في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الأفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الأفريقية الكبرى، وبعد فوز فيلم كارما بجائزة الحصان الفضي من مهرجان فيسباكو وجائزة أحسن صوت، تم فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. وقد تم عرض الفيلم في سينما كريستين 21 بالحي اللاتيني بباريس مدبلجا للغة الفرنسية. وقد قام المخرج خالد يوسف بتقديم الفيلم الذي استقبل باستحسان كبير بعد عرضه، وسيتم عرض الفيلم في بقية العواصم الأوروبية بعد إتمام عمل دبلجته لبقية اللغات. ونشر صورته مع المنظمين والجائزة اللي أخدها والحصان الفضي أيضا اللي هو أخده. وهنشوف أسرار عن منى فاروق وشيمة الحاج دلوقتي والقصة الكاملة من بدايتها، حيث انفرد دوت مصر بنشر صور عقد الزواج بين المخرج خالد يوسف والفنانتين الشابتين منى فاروق وشيمة الحاج. ده عقد زواج شرعي، أنه في يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2014، يعني من حوالي 5 سنين، تم هذا العقد بين كل من السيد خالد يوسف مصري الجنسية مسلم الديانة طرف أول زوج، والثانية شيمة يونس الحاج محمد اللي هي الطرف الثاني. وبعد أن أقر كل طرف بأهليته للتعاقد وخلوهما من الموانع الشرعية، فقد اتفق على الآتي: عرض الطرف الأول على الطرف الثاني رغبته في الزواج بها، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ووافقت الطرف الثاني على هذا الزواج بعد أن قررت بعدم وجود موانع شرعية أو أي شيء يمنع زواجها. وقررت الطرف الثاني في مخاطبة ومواجهة الطرف الأول: زوجتك نفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى صداق قدره 20,000 جنيه، عاجله 10,000 جنيه وآجله 10,000 جنيه، يحل بحلول أقرب الأجلين. وأجابها زوجها فورا بمجلس العقد وأمام الشاهدين الموقعين على هذا العقد قائلا: قبلت زواجي لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. وقد أقرت الطرف الثاني الزوجة باستلامها لمعجل صداقها، وقد حضر مجلس هذا العقد الشاهدين المسلمين البالغين السيد أحمد محمد والسيد طارق علي إسماعيل. وقد تحرر هذا العقد بحضور الشاهدين والزوج والزوجة، والزوجة
الزوج مضى والزوجة والشاهد الأول والشاهد الثاني، ده عقد زواج شيماء. هنشوف بقى عقد زواج منى في يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2014، يعني بعد زواج شيماء بحوالي شهر ونص تقريبا. وتحرر هذا العقد بين كل من خالد يوسف ومنى محمد فاروق، وكان وكيلها أو وكالة السيد محمد فاروق محمد حسن اللي هو والدها. وكان الصداق، معلش الخط طبعا صعب شوية، فكان الصداق 100,000 جنيه، كان عاجله 50,000 جنيه وآجله 50,000 جنيه. وبرضو كان في الشاهدين والتوقيعات، وكان السيد مصطفى محمد فاروق محمد موجود، يعني هي بعلم أهلها زي ما قالت في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي بعد اعترافات شيماء الحاكم. وأضافت شيماء خلال التحقيقات التي استمرت لقرابة ساعتين ونصف الساعة أن خالد يوسف هو من ظهر في الفيديو وصوته وصورته. وعن طلب المخرج لما في الفيديو أجابت أنها رغبة زوجها وما ينفعش ترفض طلبه. وتابعت خلال اعترافاتها المخرج على تواصل دائم معها، وأنها فتحت هاتفها أمس وتبين اتصاله بها وتهدئتها ووعدها بحل تلك المشكلة، لافتة إلى أنها انفصلت عنه منذ فترة كبيرة. كما أضافت أن منى فاروق التي ظهرت في الفيديو المتداول زوجة خالد يوسف أيضا متابعة: أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط، بفتح لقيت منى فاروق سألتني انت مين؟ قلت لها انا مراته، ومنى قالت انا كمان مراته، وزعقنا مع بعض وشدينا جامد. بعد كده دخلنا مع بعض، وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين، طلع على صوتنا وهداني وحطني في أوضة وهي في أوضة، وقعدنا نتكلم شوية، وبعد كده قال انتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده، انا بحبكم انتوا الاتنين وما اقدرش استغنى عنكم. هذا الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل كتبتها منى فاروق لوالدها عبر حسابها على انستجرام، وفيديو مع والدتها ونشوفه برضو بعد شوية. واظهرت تلك الرسائل عدم صحة ما اشيع عن مقاطعة الوالد لها بسبب عملها في المجال الفني ومعايرة الناس له. دي منى فاروق طبعا، وده والدها نشرت صورته على انستجرام. فقد وجهت احداها اليه في ذكرى رحيله السنوية الاولى وكتبت: الله يرحمك، عدت سنة على فراقك، كنت احلى اب في الدنيا، كنت بحس اني مهمة قوي وانا قاعدة قدامك وبسمع نصايحك، كنت بتقول كلام كتير هيتحقق، اصبري واسعي واجتهدي على حلمك لحد ما يتحقق وبيتحقق. وأضافت: أنت الوحيد اللي كنت مصدق حلمي، نفسي ترجع وحضنك وأحس بأمان، نفسي أحكي لك كلام وحكايات كتير، أنت الوحيد اللي كنت بتسمعني وتفهمني، ويا ما استحملتني وجيت على نفسك عشاني، أتمنى تكون مسامحني عن أي لحظة تعبتك فيها، ويا رب يقدرني وأعمل خير كتير يزود ميزان حسناتك. ونشرت برضو الصور ديت ليها معاه. كما علقت على حلول الذكرى الثانية لوفاته وكتبت: زي النهاردة من سنتين توفي أعظم راجل في حياتي، بحاول أحقق حلمك، كملت بالجامعة اللي كنت عاوزها ليا، وبشتغل في الحاجة اللي بتحبها وبحبها زي ما طلبت مني، ويا رب أحقق حلمك وأكبر بشغلي وأجتهد، بس كل حاجة كانت هتبقى أحسن لو أنت موجود. ومنذ أشهر قليلة وجهت إليه رسالة جديدة جاء فيها: تعال شوف بغيابك تعبانة إزاي، أتمنى أشوفك واشتكي لك، أحس بالأمان والحب اللي كنت حاسة بيه وأنت موجود، تحميني من كل اللي بيأذيني وأسند عليك من اللي عايز يوقعني، أنا تعبت من بعدك.
كما تذكرت يوم ميلادي في نوفمبر الماضي وكتبت تعليقا على صورة له: وحشتني أوي النهاردة، عيد ميلادك الله يرحمك تالت عيد ميلاد ليك وانت مش معايا، محتاج أحضنك أوي وأحكي لك على كل اللي بيحصل لي، أنا تعبت أوي في الدنيا من غيرك ودايما فاكراك ودايما محتاجالك، نفسي أشوفك إن شاء الله القريب لأنك وحشتني وفي مكان أحسن، الله يرحمك ويغفر لك ويحسن خاتمتي، أسألكم الفاتحة الدعاء لأبويا وكل من رحلوا عنا. وهنا على انستجرام على الحساب بتاعها: وحشتني قوي، ونشرت صورته وخاله وخالها اللي هو اللي على اليمين اخوه. كتبت ايضا على انستجرام: عاوز تحكم عليا اتعامل معايا وعرفني وبعدها احكم عليا، نفسي نبطل نسمع ونصدق من غير ما نعرف الشخص، نفسي نبطل أمراض نفسية، نفسي نبطل رغي ونم وغيبة، نفسي نبطل نتكلم في أعراض الناس وندع الخلق للخالق كما تدين تدان. ديت من كام شهر بس، حطت البوست ده هو على انستجرام. بالنسبة للأب الروحي بتاعها ده ريمون مقار، كتبت عنه: بداية لسنة جديدة وعيد ميلاد سعيد، أنا فخورة بيك وفخورة إنك أبويا وأخويا وصديقي بجد، ربنا يخليك ليا ويديك الصحة. الأب الروحي ريمون مقار القيصر. برضو نشرت صورة ليه وكتبت عليها: بعد فضل ربنا أحب أشكرك المحترم القيصر أستاذي الإنسان والأخ والأب قبل أن يكون المنتج حضرتك، أي نجاح أنا بحققه بيرجع ليك بعد ربنا، أشكرك إنسان في الدنيا لسه بيساعد إنسان لحياة أفضل، ربنا يكرمك ويرزقك صحة وخير ويفرح قلبك زي ما بتفرح قلوبنا، بتعلمني دايما إن كل شيء بأوان وإن ربنا دايما معايا يسندني وبيكون معايا. ريمون مهار. تعتبره الأب الروحي ليها بعد وفاة والدها، وهنشوف فيديوهات مع والدتها. وأنا لسه مستنيه. يا جماعة، سيبونا من العين، سيبونا من العين.